السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سأشارك معكم يعني طريقة تثبيت ويندوز 11 على برنامج الـ VMware Workstation كيفما كانت يعني النسخة. إذا قبل أن نبدأ يعني طريقة تثبيته وتجاوز يعني خاصية TPM و Secure Boot، فأولا يجب أن تراجعوا يعني requirement يعني متطلبات الويندوز 11، فالكل يعرفها، يعني 2 كور و 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في مساحة التخزين، كذلك يعني البيوس UEFI وثم Secure Boot، يعني يجب أن تقوم يعني بتفعيل خاصية Secure Boot، وبطبيعة الحال أن تتوفر على TPM. يعني هذه المتطلبات يجب ان تكون كذلك في VMware حتى يعني يتقبل حتى يتم تثبيت معك الويندوز 11. هذه الامور يعني شرحتها في قناتي، ستذهب الى فيديوز ثم تضغط على هذا المكبر ثم دبل كوت ثم ويندوز 11 لكي تبحث، ثم تقوم بدبل كوت هكذا انتر، سيعطيك يعني الفيديوهات التي قمت بها، طريقة التحميل يعني أي كيف ستقوم بتحميل النسخة الرسمية، وكذلك طريقة يعني حرقها على المفتاح وفرمطها بها، وكذلك يعني طريقة تثبيتها على الحاسوب غير موت. المهم يعني شرحت بعض الأمور، يعني راجعوها فستجدوا يعني أمور جيدة هنا. يمكنك كذلك يعني البحث بدون الدبل كوت هكذا، ستظهر يعني فيديوهات أخرى هكذا. إذا هذا هو الفيديو يعني الذي أريد أن أريكم طريقة هاي تثبيت ويندوز 11 على النظام وهمي، يعني يمكنكم يعني تكملة الفيديو من هنا. الآن يعني سنذهب مباشرة للتطبيق ثم يعني نضغط على فايل ثم نيو فيرتوال ماشين، نقوم بإنشاء يعني نظام وهمي ثم نكست ثم I will install the operating system later next. هنا يعني تترك مايكروسوفت ويندوز، إذا كانت يعني تظهر لك ويندوز 11 تختارها، إذا لم تظهر لك يعني اترك ويندوز 10 64 ثم next، ثم نقوم بتغيير الاسم ثم next، ثم طبيعة الحال قلنا requirement بالنسبة للقرص صلب 64 فما فوق، أنا بالنسبة لي سأقوم يعني ب وضع 70 كافية بالنسبة لي، يمكنك وضع 100 على حسب يعني المساحة الخاصة بحاسوبك، ثم next ثم finish. إذا لحد الآن فقط قمنا بإنشاء يعني نظام وهمي، ها هو يعني، والآن سنقوم يعني بإعداده. إذا سنضغط على edit virtual machine settings ثم طبيعة الحال سنعطيه 4 جيجا في الرام كما يعني هو يعني في الشروط، ثم البروسيسور سأترك يعني الكورز 2، إذا لم تجد 2 يعني قم باختيار 2، ثم بطبيعة الحال السي دي أو الأيزو الذي سنقوم يعني بفرمطة به الحاسوب يجب عليك أن تكون يعني قد حملته، ثم تختار يوز إيزو إيميج ثم بروز. أنا بالنسبة لي يوجد في الديسكتوب، هذا هو الإيزو الخاص بالويندوز 11. لمن يريد يعني تحميل هذا الأيزو هذا فهو يوجد يعني في هذا الفيديو، هذا طريقة يعني طريقة تحميل، ها هي طريقة تحميل وتثبيت النسخة الرسمية إذا وحرقها على اليو اس بي، يعني في هذا الفيديو ستجدون طريقة تحميل، وكذلك يعني في الفيديوهات الأخرى يعني الخاصة بروفيس، كذلك هذا الفيديو هذا الخاص بروفيس كذلك شرحت طريقة تحميل أخرى. إذا لديكم طريقتين، ثم سنضغط يعني سنختار الأيزو ثم نضغط أوبن، ثم بطبيعة الحال بالنسبة للانترنت سأقوم بقطع الانترنت حتى يعني يقوم بتثبيت بشكل سريع، ثم سأختار هوست اونلي. هذه الامور يعني لدي في القناة، يعني يمكنكم مراجعتها. انا الان بصدد شرح يعني طريقة تجاوز TPM ويعني شروط الويندوز 11 حتى يقبله يعني VMware، ثم بعد ذلك يعني نضغط على اعتقد هذا ما يخص في هذه الامور، ثم نذهب الى اوبشن ثم نذهب الى ادفانسد ثم نذهب نختار يعني UEFI، ثم نقوم بتفعيل خاصية الانيبل سيكيور بوت، ثم بعد ذلك ماذا سنحتاج؟ TPM. اذا TPM ستذهب الى هاردوير ثم تضغط على اد ثم تختار تراست بلاتفورم موديل،
لاحظ معي the virtual machine must be encrypted and using UEFA firmware. إذن لا يمكننا إضافة TPM. لماذا؟ لأنه يجب يعني encrypted، يجب تفعيل هذه الخاصية. إذن cancel، سأعود إلى option ثم أعود إلى access control ثم encrypt، أضع مود باس وأتذكره يعني جيدا، مثلا حكيم، ضع باسورد وتذكره جيدا ثم انكريبت، لأنه سيطلب لك في كل مرة يعني تريد فتح الماشين فيرتوال. ثم سنقوم بالعودة إلى هاردوير ثم اد ثم تراست بلاتفورم موديول ثم فينيش. جيد، الآن يعني تم إضافة تي بي ام، ما هي، ثم اوكي. إذا الآن سأقوم يعني بتشغيل الحاسوب الوهمي، وبطبيعة الحال ستمر المراحل بدون مشكلة. سأقوم بالتكبير من هنا، طبيعة الحال سأقوم بالضغط على انتر في أي يعني للدخول على الفورمات، اضغط على أي مفتاح USB يعني على أي مفتاح في الكيبورد حتى يدخل يعني على الفورمات. الآن أنا في النظام الوهمي، حتى يعني تفهموا، أنا في النظام الوهمي، أنا في نظام وهمي، وهذا هو حاسوبي، وهذا يعني فقط نظام وهمي. وسأقوم بتكبير الصورة هكذا، وسننتظر يعني تحميل ملفات الويندوز. جيد، إذا سنضغط next. الغرض ليس يعني أن أشرح طريقة الفورمات، الغرض هل سيتوقف يعني في هذه المرحلة يقول لي غير متوافق أم سيمر. هذا هو الغرض من هذا الفيديو. I don't have a product key. اختار النسخة 11 برو. Next. جيد، لقد مر معي بنجاح، يعني لم يتوقف. اصبح الان يعني يمكنني اختيار يعني القرص الصلب، ثم new، ثم apply، ثم اوكي، ثم next، ويعني مباشرة يبدأ في الفورمات. اذا هذه هي الطريقة الخاصة بتجاوز TPM و Enable Secure Boot بالنسبة لبرنامج VMware. بالنسبة للفيديو المقبل إن شاء الله سأريكم طريقة أخرى، لأن لماذا؟ لأن الطريقة ستطلب في كل مرة تريد تشغيل الحاسوب سيطلب منك ذلك الباسورد الذي قمنا بكتابته. إذا في الفيديو المقبل إن شاء الله سأريكم طريقة بدون هذا طريقة الانكريبت. إذا نلتقي في فيديو آخر، السلام عليكم.